السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شي بخير ان شاء الله، تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله بغيت نقدم لكم جوج وصفات، وهاد الوصفات زوينين بزاف للحمية او للزكام الى الانسان مريض بالرواح او بالزكام. زوينه واحد الوصفه زوينه بزاف، والوصفه الاخرى زوينه للانسان اللي بغى ينقص الوزن او انقاص البطن. في هذه الوصفه غادي نحتاجو هنايا كما كتشوفوا الخيار، وعندي هنايا سكنجبير فريش كما كتشوفوا درتو هنايا. هذا وريت لكم كيفاش كيكون، ونبيو يعني بيو ماشي شي بيولوجي. وعندي هنايا الليمون او الحامض، عندي هنايا ماء بارد وماء سخون. كما كتشوفوا هذه الوصفه سهله ماهله. في هذا الماء البارد غادي نديرو 3 ديال اصناف ديال الحامض، وغادي نديرو كما كتشوفوا الخيار. والخيار كما كتعرفوا صحي الوجه ويعني الجسم واي حاجه كما كتشوفوا. وهنايا عندنا الماء ماء سخون، في هذا الماء سخون غادي نديرو هاد الثلاث اجزاء ديال الحامض كما كتشوفوا، غادي نرميهم فيه في هذا الماء. وغادي نديرو هاد سكنجبير، غادي نخلي هاد الحامض يطلق في الماء. منين غادي يطلق في الماء غادي نكبوه في هاد التيرمو. كما كتشوفوا بعد ما خلينا هذا كنخليه يطلق ونسدو عليه، هذا كيتشرب هكا الماء ديالو في الصيف الانسان يقدر يدير. وكما كتشوفوا هذا الماء سخون غادي نكبوه في هذا التيرمو مع هاد سكنجبير، الاصناف ديال سكنجبير. نديرهم هنا كما كتشوفوا، واحد كيتشرب بارد او نورمال، واحد كيتشرب سخون. كما قلت لكم هذا الا كان الصيف تقدروا ديروه في الثلاجه كيتشرب بحال الماء اللي فيه يعني العطش، يقدر يشربه وكيساعد على التخسيس وكيساعد على تنشيط الدوره الدمويه. وراكم عارفين يعني الخيار وعلى الحامض فيه فيتامين سي. وهنا هذا سخون كيتشرب سخون، الانسان اللي فيه الزكام كما كتشوفوا مع سكنجبير، الانسان اللي فيه الزكام كيشربو وكيساعد على الشفاء. والانسان يقدر يعصر فيه الحامض او يديرو بهذه الطريقه. صراحه بجوج بيهم زوينين، يعني جوج في واحد، الانسان يقدر يشربهم يعني الا كان مريض، ويقدر يشربهم باش يدير الحميه. كنتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم وتجربوهم وردوا عليا الاخبار، حيت الحامض
والخيار فيهم فوائد عديدة للجسم، وسكنجبير طبيعي والسيترون يعني مع بعضياتهم حتى هما يعني كيساعدوا على الشفاء الإنسان إذا كان مريض. وكنتمنى إن شاء الله يكون اليوم هذا الفيديو نال الإعجاب ديالكم، وكنقول لكم مع السلامة في فيديو قادم إن شاء الله، وما تنسونيش باللايكات، وشكرا لكم بزاف ومع السلامة.